أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الدور المحوري الذي تطلع به الأسر والعوائل التجارية في مساندة جهود الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني، منوها سموه بأهمية تعزيز دور هذا الدور من خلال الحفاظ على استمراريته وتماسك مثل هذه الكيانات التجارية. وأضاف سموه أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين في كافة المجالات، وأن الحكومة حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد يواجهها هذا القطاع، وذلك من خلال توفير البيئة التجارية الملائمة التي تشجع على الاستثمار في أجواء من التنافسية والحرية الاقتصادية. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية لعدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وعدد من المواطنين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جهود التنمية مستمرة في مختلف مناطق البحرين وفق ما هو مخطط له، وجميع الجهود غايتها تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من حياة كريمة ومزدهرة على كافة المستويات. بعدها أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الشباب البحريني في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات ومنها المجال التجاري والاقتصادي، مؤكدا سموه حرص الحكومة على رعاية المبدعين من الشباب في أي مجال وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من الاستمرار في تحقيق هذه النجاحات، إيمانا منها بما يشكله الشباب من قيمة وصناعة حاضرة ومستقبل الوطن، معربا سموه عن الاعتزاز بما يحققه شباب مملكة البحرين من جهود من أجل نمو الوطن وازدهاره.